لا هتلاقي شقه، هتلاقي شقه. وبقول لك ايه، زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف، نخرج بالمعروف يا ام دعاء. ماشي اتفضل بقى، ما يجي بابا بقى تتكلم معاه. يا دعاء هتيجي معايا؟ لا مش هتيجي معايا يا دعاء، سيبك من كلام امك. اتفضل ربيه. هتخرب بيتك. لا يا ماما انا مش بعرف، انا مش يعني بعرف من هتعرف هتعرف. على فكره والله لو طلعت بره الباب ده اهو انت مش هتبقى على ذمتي دقيقه واحده. انا اتجوزها سيب سيدك يا بابا. اتفضل. ده ايه ده بقى؟ ايوه ايوه، ايه الخبط ده؟ السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. عامله حماتي؟ الحمد لله كويس. في خير؟ خير ان شاء الله. ضعاف ايه؟ ضعاف بيتها. في بيتها؟ اه. ازاي؟ انا لسه جاي من البيت، مفيش حد في البيت. لا هنا بيتها، ما بيت ابوها يبقى بيتها. لا مش ده بيتها. لا بيتها. يعني هي جت هنا؟ اه جت هنا. ما هتروح فين؟ هو قافل تليفونها ليه؟ انا اللي قافلاه. والله؟ اه. طب ازاي اتحرك اصلا من غير ما تقول لي؟ ما قالت لامها. اتفضل عشان ما ينفعش الكلام على الباب. ما ينفعش كده يا ام دعاء على فكره. اتفضل عشان ما ينفعش الكلام على الباب. طب نديله دعاء. بنتكلم الاول. نديله دعاء بس يلا. اقعد وما تزعقش. اقعد وما تزعقش. طب انا قعدت اهو. قعدت. بقول لك ما ينفعش بنتي تخدم امك، مش ملزمه. فاهمني؟ هي مش كمان في حاجه، تجيب لها شقه بره تقعد براحتها. بص يا ام دعاء، مالكيش دعوه في حياتي انا ومراتي، يا ريت تدخلي في الحاجه اللي تخصك بس. ما بنتي تخصني. طيب ما بنتك تخصي خلاص، هي ما عادش عندك، هي دلوقتي معايا على ذمتي انا، انا اللي اتحكم ولا اعملي وتخلي. ما ينفعش تخدم امك يعني عليها وتقول لك علي وتجيلي. وتخدم امك يعني؟ ايوه. في ايه يعني تخدم امي؟ لا فيها ايه يعني؟ لا مش ملزمه. ولا شرع ولا دين بيقول حرام ولا عيب. لا عيب وحرام. هو دعاء بتسيبي بنتك وتمشي ليها دعاء؟ انا تعبت يا محمد من العيشه دي، تعبت زهقت. تقومي تمشي من غير ما تكلميني؟ على فكره ابوها عارف ان هي هنا، وعارف ان احنا خلاص كده زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. يعني كمان ابو والدها عارف؟ عارف. واحنا نعمل حاجه من غير اذنه؟ عارف، ومش راضي ان بنته تتبهدل كده. يا ام دعاء حرام عليكي، حرام عليكي الولد الصغير ده. هي مش امك عندها بنات؟ ما تخدمها، بنات هيخدموها. طب اللي متجوزه فين وفين وفين يعني؟ هيجوا مشاوير عشان يخدموها؟ انا متجوزه. طب وبنتي ذنبها ايه؟ انا عندي مراتي وروح نخلي اختي تيجي من بنتي. ذنبها ايه؟ رد عليا. بنتي ذنبها ايه؟ هو بنتك ذنبها ايه؟ ما هي مراتي، وزي ما هي بنتك هي بنتها هناك. لا معلش، هتلاقي شقه بره لو عاوزها، عاوز تكمل معاها هتلاقي شقه بره. يا دعاء سيبك من كلام امك ده. دعاء يا محمد انا تعبت، انا ما عنديش اي مانع ان انا اخدم مامتك وما زي ماما، بس انا تمام. ما عنديش مانع. ليه انت بتحبي تكبري الموضوع يعني؟ ما كبرتش موضوع، هو الموضوع كل يوم بيكبر. كل ما اروح الاقيها طالع عينها ومهدوده. هي دي كانت الدعايه اللي انت خدها في الاول؟ رد عليا، ما ترد. مش عارف ايه، دي مش مسؤوله منك؟ انا مسلمها لك زي الفل. دي دعاء؟ ها؟ طب هي فيها ايه يعني؟ اروح الاقيها متبهدله في تسييق وتنظيف وغير كده شخط ونط. هي كده ليه يا بابا؟ كل ده وبعدين دي ست كبيره يعني، انت يعني احنا ذنبنا ايه؟ وقولي ذنبكم ايه؟ لا هتلاقيها شقه، هتلاقيها شقه. وبقول لك ايه؟ زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. نخرج بالمعروف يا ام دعاء. ماشي اتفضل بقى، ما يجي بابا بقى تتكلم معاه. يا دعاء هتيجي معايا؟ لا مش هتيجي معايا. يا دعاء سيبك من كلام امك. اتفضل ربيه. هتخرب بيتك. لا يا ماما انا مش بعرف، انا مش يعني بعرف من هتعرف هتعرف. على فكره والله لو طلعت بره الباب ده اهو انت مش هتبقى على ذمتي دقيقه واحده. انا اتجوزها سيد سيدك يا بابا. اتفضل. تتجوزها سيد سيدي؟ اه. ابقى قابليني ان شاء الله. ابقى قابليني. ماشي لو جوزتها سيد سيدي ان شاء الله. خد ابنك واتكل على الله. ماشي. ابقى اديه لماما تربيه. بس بافتكري امك هتغرقك. ماشي. ومش هتلاقي حد ينقذك. ابوها ينقذها. ماشي يا دعاء، ورقتك هتوصل لك يا دعاء ان شاء الله. مع السلامه. خش بقى جوه كده. مالك في ايه؟ يا ماما ايه اللي انت عملتيه ده؟ بقول لك ايه، ده هيرجع لك زي الكلب، واذا ما رجعش هجوزك ست سيده. ماما على فكره انا لما جيت هنا ما جيتش على اساس ان انا اتطلق منه، انا جيت هنا عشان يبقى في حل. مش هو اللي قال ان انا هبعت لك ورقتك هترجعي له تاني؟ وايه اللي خلاكي تدي له سليم؟ انا ما اقدرش اقعد من غير سليم. يا عبيطه، ما هيتبهدل بيها هيرجع لك تاني. مين قال لك ده؟ انا عارفه. انا عارفه. انا عارفه محمد كويس. محمد كويس. الله يسامحك. والله ما انت عارف حاجه. الله يسامحك. جوزك ست سيده يا خايبه، كنت خايبه ولا عارفه مصلحتك. اما يجي ابوكي بس خلينا خلصنا من الموضوع ده بلا اعرف.
واخدينها خدام عنده. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. ازيك يا حاج؟ عامل ايه؟ الحمد لله. ايه اللي اخرك كده؟ كنت قاعد مع واحد في الجامعه شويه. انت عامل ايه؟ الحمد لله. الحمد لله والشكر لله. بص بقى يا حاج. اتفضلي. دلوقتي جوز بنتك كان هنا. محمد؟ اه. انا بقى عايز اخلص الموضوع. تخلصي ايه يا حاج؟ ده عندهم عيال. عيال ايه؟ انا عطيت لابني. عطيت لابني يا حاج براحة. تخلصي يعني ايه يا حاج؟ يا بنت ما تبقاش شغالة عند حد. طب وفيها ايه لما تخدم امه يا حاج؟ طريها شوية مع الناس. شفت بنتك بقت عاملة ازاي؟ عاملة ازاي يعني؟ لا خسي خالص. لا. خسي يا حاج. وكل ما اروح الاقيها تعبانة، ده غير الشخط ده غير النطر. ليه يعني؟ وانا لاقياها؟ يا حاج الطلاق مش هينفع. لا هينفع، انا هجوزها ست سيدو. ست سيدو يا حاج؟ سيبك من الكلام الهجس ده. ليه هجس؟ ليه؟ بنتك وحشه يا دعاء. انت عايز دعاء في ايه؟ ايوه يا حاج الكلام اللي انت بتقوليه ده مش مظبوط يا حاج، ما توقفيش حال بنتك يا حاج. انا هكذب عليك يعني؟ ايه ست سيدو دي يا حاج؟ هي بنتك وحشه؟ مش وحشه، بس هي لها بيتها برضه وعيالها. بهدله ليها؟ بهدله. بهدله؟ تعالي يا بنتي. نعم يا بابا. ادعم كلمتين، هتكملي حياتك الزوجيه مع محمد ولا نخلصه بالمعروف؟ يا بابا بص، انا حياتي مع محمد، محمد مستهتر بيها جدا وما بيمشيش غير بكلام مامته، وانا حياتي تعبت فيها والله بجد، وانا دلوقتي بقيت شايله كمان هم سليم في الموضوع، لاني ده مش طبيعي اللي احنا فيه ده. يعني عايزه تخلصي؟ ايوه يا بابا. الواد محترم جدا. اخر الكلام. خلاص يا بابا، انا اتكلمت مع ماما. وماما اتفضلي يا دعاء. سمعت كده؟ بس يا حاج. نعم. انت كده بتوقفي حال بيتك. لا مش هيقف حالها. هيقف حالها ليه؟ الخلوص سهل يا حاج. ان شاء الله هتاخد احسن منه. خلاص يا حاج. ايه يا بابا؟ ايه يا دعاء يا بنتي؟ اعمل لك غدا؟ ما يا بنتي والله ما هتلاقي نفسي لاي حاجه. البيت وحش قوي يا بابا من غيرها. الله يرحمها ويسامحها. انت لغايه دلوقتي لسه مش قادر تتاقلم على عدم وجودها صح؟ هنعمل ايه يا بنتي؟ انت بتحبها قوي يا بابا. الله يرحمها. الله يرحمها. هي في دار الاخره. الله يرحمها. مفيش اخبار عن سليم ابنك؟ للاسف يا بابا محمد رافض ان انا اشوفه، والصراحه عنده حق. لو كنت سمعت كلامي يا بنتي. ما كانش ينفع وقتها يا بابا. اتجوز هو وبقى حياته متيسره وكويس. الله يساعده. ده امه تعبانه، انا عايز اروح نبص عليها، ما سالتش عليه. اه والنبي يا بابا روح وطمني على سليم. حاضر يا بنتي. يا سلام لو تعرف تجيبه لي كمان، انا هموت واشوف. هنحاول، هو راجل محترم، انا بنجابله على طول في الشارع وبنسال عليه، بس مش عارف بقى، مش عايز يجيب سليم ليه، نبص عليه. طب طمني بس عليه وحاول معايا ان انا اشوفه والنبي يا بابا. والله يا بنت مليه وش نجابله، بس يلا عشان صله الرحم وعشان الولع. الله يرحمك يا حاجه. الله يرحمه. يلا السلام عليكم. عليكم السلام. انا قاعده مستنياك. ماشي يا بنت. دعاء نامت. يا دعاء. يا دعاء. ايه يا بابا؟ شفت اللي حصل يا بنتي؟ في ايه؟ سليم كويس؟ سليم كويس، بس ام محمد الله يرحمها. لا حول ولا قوة الا بالله. وما نعرفش. ما بجاش ليه وش نقول له اديني سليم، انت تبص عليه ده وحشها. ماشي يا بابا، ادخل ريح دلوقتي. مش ملاحظة حاجة يا دعاء. ايه يا بابا؟ فين ست سيدو اللي كاتبه امك بتقول لك عليه؟ بقالك 3 سنين دلوقتي قاعده في البيت وش في وشك، ولا شفنا ست سيدو ولا شفنا اي حاجه، والعمر بيعدي يا بنتي. شفت يا بنتي لما قلت لك ما تسمعيش كلام امك، الله يرحمها ويسامحها. الله يرحمها. يعني انا دلوقتي بقيت لوحدي في كل حاجه. هو متجوز، حياته الطبيعيه، وامه الله يرحمها ويسامحها. والله يا بنتي انا هنفضل نعاني بنفسي طول حياتي، العمر اللي فاضل لي انا زعلان في اللي انا عملته فيكي ده،
وافقتك انت وامك. يلا انا جاي مدخل مريح شويه. ربنا يديك الصحه يا بابا. كل حاجه راحت، حتى الازمات اللي كانت واقفه في حياتي ما بقتش موجوده. امي سابتني ومشت وربنا افتكرها، وحماتي اللي كانت عامله لي ازمه وكان ماشي وراها برضو ربنا رحمها، ومحمد واتجوز وعايش حياته كويس جدا، حتى ابني مش معايا وخسرته، وكنت مفكره زي ما ماما قالت لي ان هو عايز هيزهق منه وهيدهوني وبيعاقبني بيه. وفين سيد سيدو؟ راح فين؟ راح فين سيد سيدو؟ الله يرحمك يا امي، الله يرحمك. حياتي كلها باظت وبقيت لوحدي، حتى ابني مش معايا ومش في حضني. الله يرحمك يا امي، الله يرحمك. يا جماعه ما تخربوش حياتكم لمجرد اللي انتوا عايزين تشوفوا حاجات جايه في المستقبل انتوا ما تعرفوش عنها حاجه. ومعلش برضو امهاتنا على عيننا وعلى راسنا ونسمع كلامهم في كل حاجه الا خراب البيوت. ومعلش برضو لو عندنا حموات ثقيله شويه في التعامل والابن بيحاول يراضيها، نحاول نمشيها زي امنا. ولاي زوج برضو حاول تعدل ما بين مراتك وما بين مامتك عشان خاطر ما توصلش لدرجه ان الانفصال اللي في الاخر خالص طفل بيتربى من غير مامته. بلاش تسمعوا كلام اهاليكوا في الخراب، اسمعوا كلامهم في اي حاجه الا الخراب. كان في شيخ قال لي قبل كده ان لو في حد هيتأمر ان يتسجد له من بعد ربنا فهو الزوج. راعوا ربنا في ازواجكم وحاولوا تهتموا بيهم شويه وتعدوا المراحل الصعبه اللي ممكن بعد كده تندموا عليها ان انتم ما تحملتوهاش. ربنا يصلح الحال ويحفظكم جميعا. السلام عليكم.